زعل ولا تبي وجع الراس، من جاز لك جزله ومن شال لك خل. اقسم بالله العظيم انه قشط علي جلدي من الشايب اللي طلع الرياجيل من الليل. انت شفته؟ ونعم الاكلبي ونعم حي والله انهم والله انهم بغوا يروحون كلهم. كفى يا ولد والشايب والشيء انا يوم حطهم في البك حق الشيء والقام يرجع. لكن الرجال سواق صدق والله اللي سواق قام يقول لك كذا والله اللي يستاهل. غامر براسه انا اشهد بحياته وغامر بحلاله. بيض الله وجهه. اي في دمك بيض الله وجهه استاهل. الله في حكمه شلون. شوف اول ما اسعف الاخير ايه على طول اول ما اسعف اخر واحد شلوه في 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 ثم الشيول انقلب الاستاند الله دحرج سلموا سلام اخر واحد شلوه عليه هرم الغطس الشيول. شوف قبل شوي بغى يروح ايه في موضوع انا انه اللي اكلمك قال فلان طيب وكلمك عشان تقضيه لازم ترى لا ترى الرجال الحضيض اللي لابد لازم عند الرجال يكلم. هذا رجال حضيض سواء انه طيب مع الناس كلهم سواء انه مو طيب ترى الرجال الى جاء وقت الحاجه وجاه الرجال يتصلون عليه حتى لو انه يقول طيب وانه يقضي الواجب هذا طيب كلنا ندري عرفت كيف؟ طيب كلامهم كلام صحيح الا بالله اللي لا نصوه الرجال في مكالمه ولا لازم يعني ولا ما يتذكرك ما يدق عليك وقت الرخاء لكن لانه يحتاج دق عليك فهذا طيب والله لو انه على نياته ولو ان قلبه ابيض الرجال يقضي لوازم الرجال الرجال فانا اتذكرت ابيات السفير يبرين ولد عمي مسي عليه بالخير يقول ترك صبي من المطاليق تنصاف وعزائمه في الواتساب محصوره ايوه يجمع اشباهه من الفه الى ياه قلال عرفه في المجالس هذوره شوف البيت الحين يقول عليك في اللي لابد الشان تنصاه مثل العلاج اللي يزيح الخطوط. سلام يا سلام يا سلام إيه الرجال اللي ينصونه الرجال ترى حضيض والله انا ترى حضيض قبل انه يصير طيب حضيض عز الله صادق حضيض اللي يقدر تنصى الرجال والله راح يبقى تعرفه يا لبيك لبيك لا والله ما نبي اعرفه ما اعرفه قريبه لا في اسمه دغش عايض من دغش الله عايض من دغش عايض من دغش ابن عايض من دغش جاد دفاع المدني لكن يا ولد الامر تبوش يا سبحان الله يا مكلم الرجال ترى ما كلهم بمغامر بحياته وبحلاله انا اشهد اشهد انه مغامر انا اشهد والسيل قوي بالله قوي قوي ترى بالله هو ضربهم ضرب سيل جعبها ما شاء الله تبارك الله والله اني قلت انها بتنجي فربه بتنقلب لا اله الا الله وغطس الشاول وانت لا ما لكن سبحان الله بالخير سعده سعده بالخير كم نفس ان انقذها يستاهل كم ما اربعه اتوقع اربعه إيه. لا اله الا الله اربعه ومع اثنين الدفاع المدني ما شاء الله تبارك الله خمسة أو ستة أنقذهم الموت يا ربك يا ولد مصيبة الحين السيدة فين؟ في جعبة ورا بيشة يمكن 50 رانيا ولا شو اسمه؟ لا 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 جعبة ورا بيشة 50 كيلو إيه حول ديارنا ترى والله ترج بعض الناس يتباسى يتباسى يا ولد بالسيول وبالأمور دي أنا أشهد يا والله بيمديني أنا أشهد الله خلني اصور الحين تصور والله الذي نفسي بيده اني اعرف ناس انهم يقعدون على جال السيل وفم السيل عشان يصور سم اي والله ويحسب انها بيمدي اي بيمدي يقول لا يا رجال بيمديني بصور وبيمديني اجزع ترى السيل غدار يحدك يحدك انت ما تدري انت تقعد هنا فجاه الله ساكن عليك من اليمين ومن اليسار الك في النص غير الحق اللي يشله السيل وايش يشل شيء رفيق صلاح الوهبي يقول قبل كم شهر السيل اللي جابيش اخر الوقت ايه يقول واطلع انا واخي يقول نبرا للسيل يقول نبرا له يقول عقبه عودنا نبغى نصور يقول والله ما خلينا صياح الرجال فينا يصيحون فينا يقول افترينا يقول السيل وجهته كذا يقول وجهته سيده ماشي يقول احنا كان نبرا له عقبه عودنا عشان نصور يقول السيل دار علينا كذا ايه خلاص لا لا اي والله يقول السيل دار يقول يا ولد الله احنا خرجنا يقول قد معود يعني كان حصرهم في الدائره هي هم انت لما انك تصورت تقول يا ولد كيف السيل وشلون الناس يشبحون في السيل لين يجيهم يقعدون وسطه. ايه. هو عنده انه بصورهم بدز منه. إيه. لما انه جاب يدز منه لحايل بينه وبين ذا وبين ذا. مقالبه كذا. ما عادي يضمه ضم. يا اخوي يا اخوي كان عندنا يطلع سام عندنا وادي في الغريفي قال له وادي البحر. اي يضفه. عندنا وادي قال له وادي البحر. ما قد ضفك السيل. ما يجيبه. الحمد لله نشكره. الحمد لله الله يجعله ما يضفك. ما يضفك ان شاء الله. اقول لك عندنا وادي يطول عمره السلام طرها موقف الاكلبي الله يكثر من مثاله
بتجيب الصغيره. سلمت يا جبر معك. لا تشوه ال ال صدقت صدقت بيض الله وجهك ابو حسن. ها بتاكل؟ لا يا دفع على البلد. شل ذا فديتك. ابشر. تعرف تبشر. ما خلاص. القريه خشب الربع تحول على روس. قاع قاع قاع. هذا اجواء الصيف. الله يلبي والله يلهب الذين انها تزيد اجواء الصيف ما لها شكل جت بعجاج جت مطر. تدرون ان السيل اللي جاء الفتره دي في بيش له 15 سنه ما قد جانا نفس السيل ذا. اي اكبر دليل الناس واني في الوادي. اول مره يا رجال يجينا سيل زي كذا. ما شاء الله تبارك الله. تخيل الكوبري هذه انا خابر ما يسوي الحركات ذي. لبه. ايه نجلس ايه نجلس مع بعض. ايه. لا حد يدخل معي وكلوا. ابى اعلمكم يا عيال احنا يا طويل العمر السلامه كان عندنا مؤسسه كان عندنا شاول وسطحه تريله. ايه سلم. كان ابوي الله يطول عمره ما هو مشغل عمال مشغلني انا وعبد الله اخوي. حلو. انا في ثاني متوسط وعبد الله في الثانوي. يعلم الله اني ما اعرف لا سمره شباب يا عمي يا عمي ما قابلهم الا في الويكند. تعرف تسوق ولا تريلا؟ هي سوق الشاول والتريلا ما شاء الله. حلو. المهم ونسوق يا طويل السلامة ونشتغل في المعدات دي وجانا سيل وجانا مطر في الديار ما بعد ولا قبل عام 37. المهم يا طويل السلامة يصير عندنا وادي قال له وادي البحارة. وادي البحارة لما قطع الطريق طريق الرياض الجنوب ما عاد السيارات لا تروح ولا تجي خلاص حجزوا العالم المسافرين. ايه انحجزوا تدفع البلاء ما عاد تقطع السيارات الثقيله وسيارات ثقيله وعليها سواقين اما لان الخط الما مستوي مع ما تشوف ما ادري وين تروح والخط من غير 10 متر او اقل من 10 متر وينقض بعد الخط ترى ينقض. ايه ينقض مع مع, مع السير والسير طبعا السلامة حاطين البلديه والمواصلات حاطين المواصير حقت حد الماء اذا وصل لحد هذا ما تقطع خلاص 70% او زي كذا. المهم يوم الذن العصر يطلع من السلامه ونروح نشوف الوادي الناس تعرف اهل المنطقه يتجمعون عند الوادي دائما يشوفون السيل العوائل يا ولد ردم المسافرين اللي راح الى الجنوب واللي جاي من الجنوب يبون يا ساتر. قال ابوي قال ابوي شغل التريل شغلها وجهزها حد يجيك ويروح البيت وشغل التريله وعاين في زيتها وعاين في ماها وعاين في امورها. كان مشبوك فيها القلاب نفس القلاب ونشفه كل لوبد اللوبد اللي حمل السياره. الله الله. المهم يطول عمر السلامه ونجي على الساعه 5 السيارات يطول عمر السلامه. قال ابوي تعين السياره اللي فيها عوائل روح هرج راعيها قول لي احنا معنا لوبد تبى نحملك. والله العظيم يا ريجين اني اجي عند السياره اقول احنا مع لوبد انه يقول يا ولد بعطيك اللي تبغى تكفى قطعني. يا ساتر يا ساتر. يمسكني ابوي قال اسمع تاخذ ريال والله اني لقطع ذنك انا والله تبي حقيقي بغيت. يا لا تاخذ ولا ريال. قلت ابشر الحين اللوبد يحمل ثلاث سيارات رايح وثلاث سيارات راجع. يا سلام. ونحمل ثلاث سيارات رايح ونحمل ثلاث سيارات راجع وعلى ذا الموال لين الساعه 12 الليل. اللي قطعناه 47 سيارة. لا اله الا الله ما شاء الله والله العظيم انه لا غدا ولا عشاء. الله يكتب اجركم. يوم قطعنا السيارة اخر سيارتين ما في الا سيارتين اخر سيارتين قطعناها من من جاية من الجنوب تبع الرياض. ايه. يوم قطعنا يا طويل عمر السلامة واللي يسوق عبد الله اخوي وابوي على المعاون انا في النص التريلا يجي فيها سرير في النص. مضبوط عليك. تيام انتيام من الليل مظلم والدفاع المدني مشغل سفاتيه وعلى انه محذر ابوي. قال ابوي وابوي اخذ الاذن منهم قال انا اللي بقطع. قال بيضر موترك احنا موترنا سياره كهرب. ايه اكترس. قال بيضر موترك. قال ابوي لا ما عليه. يوم جت اخر سياره تيام انتيام من ابوي يقولون انه في الظلمه تيام انتيام انتيام نطبح في ذيك الحفره. ابو حميد. قال يوم طاح وجه الموتر اشون السيارات اللي معنا ما جاها شيء مربطينها بسلاسه. وجد الدفاع المدني ما قصروا ويحطونا في البكت والله انا نفس مقطع الاكلبي انا وابوي عبد الله واهل السيارات اللي فوق ويطلعونا. المهم تجلس التريله يوم ونص ويخف الماء. لا إيه يوم لا خف هذا وزاد إيه زاد والله بتنقل ويخف الماء يطول عمر السلامه ونسحب التريله. يوم سحبنا التريله يطول عمر السلامه ويحط ابوي عند البيت ما تشتغل
بيعوضها الله. ايه ويكلمون الدفاع المدني يكرموننا. والله تستاهل. والله ما نبي التكليف لكن والله ابراج والله العظيم انه مصلح للتريلر ب 15000 ريال. ما شاء الله. مصلح للتريلر ب 15 راح كهربها كلها في الماء. فيعلم الله انها لها لذه. بالله هجر يا ابو والله انها لها لذه يوم انقطع الناس يدعون لك الله يجزاك خير مش راح وراح يا ولد راح والله لو تشوف ما تقدم الوجيه العرب دول والله لو تشوف وقت لو تشوف اشكالنا وقتها لابسين ثياب والمطر يصب علينا وطين اللي يشوفنا يا ولد يقول ايش اعوذ بالله بني يا ولد وجيهنا مطرم مع تراب مع وشيل الترالات وزيوت لكن يوم تشيل العالم وتقطعهم وتنزله ويجيك يطف فيك حب راسك يقول بيض الله وجهك وعسى ربي يكتب اجرك ان هذه تسوى الدنيا وما فيها. اي والله جميل اي والله فعل الخير منها يا ولد ترى له لذه فعل العلم الطيب العلم الطيب ترى له لذه فيك انت خل عاد الشخص اللي قدامك لما اني سويت علم طيب مع فلان من الناس تراني انا استلذ به اي واحد رجال في بذره علم طيب ترى يستلذ بالعلم الطيب لما سواه اكيد يحس باثره صح ولا ارتياح وفرحه ختم السالفه طيب اي هو يا طول عمره السلام جلس له دقيقتين هدوء احنا ما نقول غير نقول اصبروا لا خلاص احنا يمكن هم مستمتعين ترى والله ترى سردك في السوالف والله العظيم يخلي الواحد وده انك ما تنتهي عز الله ابراج الله يوفق حياتك ايش الله يوفقك ان شاء الله ايش قال يقول الله يوفق حياتك الله يا رب يوفق حياتك اللهم امين ولو ذا يدقق ابوي فعلا ترى محمد كلامه سليم ترى احنا والله العظيم احنا نندمج معك في سؤال الله يشهد علي الله يبيض وجهك وجهك بس انا اكتشفت انه اذا استحى خلاص ما عاد ادري ايش اشوفك تصور يطلع من السلامه عندكم مطر في المدينه جنوب يا ولد تدرون مبطي قبل ما يقارب مو في الجنوب في المزحميه اربع سنين حاليا علينا رشاش وكذا انتم ما جاكم شيء يا اهل الشرق والله ما ادري راق رشاش متى رشاش ايه رشاش عموما يا طويل العمر سلامه قبل اربع سنين في ديارنا قبل لا يجي الكوبري تدرون كيف كانت عندنا المعيشه فالله يعز دولتنا اي أيوة رب الكعبه اقسم بمن حل القسم اذا جانا سي ان احنا خلاص يا رجال ننقطع معيشه هكل اعوذ لان احنا في قريه هليكوبتر بقى اي أيوة رب الكعبه انه ما يجينا الا ايش الهليكوبتر ينزل عندنا معيشه ويروح ونبوي وخبر شيبان الجماعه انهم يطلعون مع الهليكوبتر ذا انهم يروحون البيشه يتقضون ويرجعون انتوا في جبال اي جبال ترى ديارنا يا طال عمر والسلام يعني وادي وجبال قريه محافظه هنا مو محافظه قريه قرى زي كذا فهمت اذا جاء السيل ذا فحن في جبال وفي قريه فلا يعني ما يعيقنا ولا يردنا الا السيل اللي جاي من الوادي فلا عاد نقدر نروح ديري ترى لاخر مره قبل شهرين اشوف ناس يصورون هليكوبتر كذا تنزل اغراض اي أيوة رب الكعبه والله يعز دولتنا حرث هناك يعزموني ولو ما قدهم يصوروني يا ولد في الوديان ترتاح تحس انهم وش ذيك الديره شو اسمها اللي كلها خضار شو اسمها فيها جان جورجيا اذربيجان اي وديان يا ولد يمينها ويسارها انا اخترعت قلت ايش جاب اذربيجان عندنا والله انها نفسها اي صح فعلا بس ايش اسم بس اذربيجان كيف تلقى فيها بالحارة الله الله موجودين فيه يا ولد اقسم بالله انها شراحة ما يعلم بها الا الله في ذلك والله انهم يصيحون تعال المهم ما بها اصفى منها تدري الحين تروح للسيل للوادي انها ما بها اصفى منها صوفي ما بس راحة نفسها صح؟ الطيب في كل دولة يا الله لا يبارك وبران وسيف وذهبي ودنيا يقول كانها اذربيجان قلت انا اذربيجان دير تنزيل لكن كيف تلقى فيها بالحارث بالحارث في ترج جعلها السيء وش رد عليه؟ يقول لا خل الرد لا يقول الطيبين في كل دير الله الله حتى في اذربيجان فيهم طيبين شو اسمها؟ اذربيجان اذربيجان والله ترج اذربيجان بس اذربيجان لا يقول اذربيجان يا الربع بسافر في العيد اللي بخوين خويك العافيه والسلام عيد تضحيه الناس تذبح الذبايح